مساء الخير. ومضى العدوى الفرز اليدوي دون الإفصاح عن اسم شخص واحد أو كتلة واحدة أو موظف واحد قام بالتزوير، أمر لا يتلائم وسخونة التصريحات التي سبقته، هذه السخونة التي تسربت من الأجواء العراقية القائضة إلى تصريحات وزارة الكهرباء لتلوح الأخيرة بتغريم المحلات والمولات والفنادق والمطاعم، معللة نقص الطاقة بجور الجارة إيران التي قطعت 1000 ميجاوات عن الشبكة الوطنية. مشاكل الأطفال تحل بالسلاح، هذا ما حصل في ديالى حيث قتل شخص جراء نزاع مسلح بسبب عركة بين طفلين، وما حصل في الحبيبية عندما قتل شخصان جراء لعبة كرة قدم لصبية في متنزه الحبيبية. لكن ما هو ذنب المتنزه العام ليكتب على واجهته مطلوب عشائريا؟ في الأيام الساخنة الكهرباء تلوح بتغريم المفرطين باستغلال الطاقة، وإيران تقطع بيع الكهرباء للعراق. النجف استثمار المطار قرار وفق إرادة كتلة الأحرار. في بغداد وديالى نزاعات مسلحة دامية بسبب خلافات الأطفال. خريجو الكليات التقنية الأهلية يطالبون بتعيينهم وفق نص قانون الموازنة الاتحادية. أكد الأمين العام لوزارة البيشمركة جبار ياور أن القوات الاتحادية لم تدخل إلى المناطق التي تتواجد بها قوات البيشمركة خلال العمليات العسكرية التي انطلقت قبل أيام في حدود مناطق قادر كرم وطوس خرماتو وقرة تبة. شرعت الولايات المتحدة الأمريكية ببناء قنصلية لها في أربيل على مساحة 200,000 متر مربع بوصفها أكبر قنصلية على مستوى العالم. وأكد رئيس حكومة إقليم كردستان نجرفان بارزاني خلال مراسم وضع حجر الأساس أن لأمريكا دور رئيسي في حماية الشعب الكردستاني، كما أنها ساعدت كردستان في الحرب ضد داعش. ما تزال أزمة متنزه الحبيبية العام المطلوب عشائريا تتفاعل، ولم يرتد زوار المتنزه هذه الجمعة ولم تجري فيه ألعاب كرة قدم حسب المعهود منذ أن كتبت على واجهته الثلاثاء الماضي عبارة مطلوب عشائريا بعد مقتل شخصين وجرح 2 آخرين في نزاع مسلح جرى إثر خلاف أساسه لعبة لكرة القدم جرت في المتنزه الثلاثاء. ويبدو أن حمى استخدام السلاح إثر مشاكل ألعاب الصبية انتقلت من الحبيبية إلى ديالى، حيث أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى بمقتل شخص بنزاع بين عائلتين اندلع بسبب مشاجرة بين أطفال بناحية مندلي شرقي المحافظة. تقرير عالمي متخصص يؤكد الموصل ما زالت مدمرة وعوائلها مهجرة وشبابها عاطلون. أفاد تقرير للمجلس النرويجي لمساعدة اللاجئين أنه بعد أكثر من عام على استعادة الموصل لا يزال قرابة 54,000 منزل في الموصل والمناطق المحيطة بها مدمرا و64,000 عائلة مهجرة، وأن أكثر من 80% من الشباب في الموصل عاطلون عن العمل. وحسب التقرير النرويجي فأن الموصل تحتاج إلى 874 مليون دولار لإصلاح البنية التحتية الأساسية. نناقش هذا الملف مع السيد زهير العرجي قائم مقام الموصل، ينضم معنا عبر الأقمار بعد الفاصل. قائم مقام الموصل السيد زهير العرجي معنا عبر الأقمار من أربيل. سيد زهير يا هلا بيك. أهلا ومرحبا. أهلا وسهلا. الأزمات هواية سيد زهير، أكو حسب المعلومات المتوفرة أزمة ماء، الموصل بلا ماء، أكو أزمة كهرباء، أيضا أزمة رواتب الموظفين في التربية والصحة يعانون من تأخر استلام رواتبهم، وأيضا أزمة وقود مشتقات نفطية، ازدحام على محطات الوقود، أكو أزمات بعد موجودة ما نعرف بها تضيفها إلى هاي الأزمات اللي ذكرتها لحضرتك؟ نعم نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لك أستاذ علي وتحية لمشاهدي شرقية الكرام. حقيقة الأمر هذه الأزمات هي جزء من عدة أزمات أخرى تواجه محافظة نينوى بشكل عام ومدينة الموصل بشكل خاص. ما تطرقت حضرتك فيما يخص أزمة الوقود والصحة وأيضا التربية وأيضا الكهرباء والماء، كيف لمحافظة وحكومة محلية تعمل بدون أي غطاء مالي ولا تخصيصات مالية منذ حدود سنة بالتمام؟ المدينة تعمل بدون أي غطاء مالي من قبل الحكومة المركزية في هذه المحافظة. لم تستلم المحافظة سوى 136 مليون دينار استلمها حسابات المحافظة، وهذا المبلغ لا يفي حتى لقرطاسية إدارة عيد لي الرقم سيد زهير. 136 مليون دينار لو مليار؟ 136 نعم 136 مليون عراقي. 136 هذا مليون فقط دينار هذا فقط المخصص، يعني المخصص او ما هو موجود الان تحت تصرف حكومة نينوى. استاذ علي، منذ شهر التاسع ايلول العام الماضي والى اليوم، واسمعني كل وزارة المالية والوزارات الاخرى، محافظة نينوى لم تستلم سوى 136 مليون دينار عراقي خلال العام، و75 مليون قبل شهرين أيضا بعثونا، ونحن 9 أقضية و23 ناحية. لو وزع هذا المبلغ قرطاسية ومبالغ ما يكفي، ما يكفي تحرك اللجان، لا ما يكفي، ما يكفي أوراق، ما يكفي أقلام، ما يكفي دفاتر. أنا أقول لك ميزانيتكم وين؟ ميزانية الموصل حسب موازنة عام 2018 وين؟ اولا هي ايش قد تبلغ، وثانيا ليش الى الان ما استلمتوها؟ استاذ علي، المبلغ الخصص 180 مليار زين، ولم نستلم لحد لقائنا هذا اليوم اي مبلغ من مبلغ موازنه وميزانيه محافظه نينوى. للاسف تم احاله كثير من المبالغ التي خصصت لنينوى الى لجنتين، الأولى لجنة إعادة إعمار العراق اللي يترأسها السيد الهيتي ووفق كشوفات لدوائرنا الخدمية، ولكن العمل فيها ببطء جدا، ولم نلتمس ولم يلتمس المواطن أي هناك. كما تعلم لقد مضى أكثر من سنة وثمانية أشهر على تحرير محافظة نينوى، وسنة تحديدا على الساحل الأيمن وإعلان يوم النصر العظيم. وللاسف زين بعد عام سيد زهير في تراجع. اعطيني مجال شويه من فضلك، اريد افهم شغله. نعم. بعد عام اكو ازمه ماء، الموصل بلا ماء. نعم. ليش؟ شنو السبب؟ يعني نقص بالمشاريع، نقص بالمشروع، نعم، نقص بالايدي العامله، عندنا نقص بالمعدات. سيد الفاضل، اوضح لك موضوع الماء. الكل يعلم ان المشاريع التي كانت في المدينه من مشاريع الماء تضررت بسبب جراء العمليات العسكريه وهيمنه عصابات داعش الاجراميه على هذه المحافظه. استطعنا بجهود مضنيه في اول ايام التحرير باعاده كثير من مشاريع الماء بجهد ذاتي وبمساعده من بعض المنظمات الدوليه كمنظمه UNDP. حقيقه قدمت لنا جهد في إدارة ملف إعادة إعمار مشاريع الماء زين. ولكن هناك لدينا مناطق كمنطقة مناطق القديمة في الساحل الأيمن، لدينا مشروع دندان الكبير، هذا المشروع تحطم بشكل كامل 100%، خرج عن الخدمة وتغطي مساحة كبيرة وبحدود أكثر من 50 حي في الساحل الأيمن. للأسف لحد هذا اليوم التخصيصات التي قدمت إلى المدينة والكشوفات إعادة إعمار العراق ولا المنظمات عملت بشكل جدي، سوى أحيلت إلى منظمة UNDP وتعمل منذ 3 شهور على إعادة الحياة لهذا المشروع، ولكن حقيقة لم ينجز لحد هذه اللحظة. عندكم مشكلة بالأموال، عندكم مشكلة بالأموال سيد زهير، في أن نؤدي خدمتنا تجاه أهلنا في هذه المحافظة. مجال شوية في موضوع عندكم مشكلة بالأموال، إصلاح الماء، بالتالي أكو أزمة ماء. عندكم مشكلة بالكهرباء، أو الحكومة تقول عندنا مشكلة مالية، عندكم مشكلة مالية بالتالي أكو أزمة كهرباء.
ما ما علاقة أزمة الوقود بالموارد المالية؟ ليش أكو أزمة وقود؟ ليش أكو ازدحام على محطات الوقود؟ أيضا موضوع ثاني، ما علاقة الأزمة المالية برواتب أنا جاي موظفي التربية والصحة؟ ليش رواتبهم متأخرة؟ إلى حد الآن ما مستلمين رواتب. أستاذ علي، كنت أتمنى أن كان الوقت يسمح لشرح تفاصيل. حقيقة اليوم الحكومة المحلية أصبحت تحت وصاية الوزراء والوزارات، للأسف ليس هناك حرية حتى لمدراء العامين في الدوائر. وزارة الصحة تفرض وصايتها، لا يحق لمدير العام حتى أن يصرف مبلغ 10,000 دينار إلا بموافقة السيد وكيل الوزير، وهذه خارج سياقات قانون مجالس المحافظات 21 التي أعطت الحرية للعمل والابتعاد عن المركزية في إدارة. اليوم المحافظة الوحيدة نينوى أيضا الصلاحيات لم تنقل إليها، الكل مكتوفين. وأريد أن أزيدك أن موضوع الوقود السبب هو أيضا الموصل تحت وصاية السيد مدير عام المنتجات، حسب ما وردنا ولقاءنا يوم أمس مع لجنة فنية ومع السيد مدير المنتجات حول حل أزمة الوقود. حصة نينوى من الوقود من مادة البنزين كان 700,000 لتر في اليوم. اليوم بعد مناشدات الوزير وصلت الحصة إلى 1,450,000 لتر، وهذه الحصص لا تصل ومستوى. هناك لدينا في المحافظات أقل محافظة تستلم 1,000,000 لتر في اليوم، ومحافظة نينوى الثاني كثافة السكان والثاني على العراق بالمساحة الجغرافية بأغذيتها ونواحيها تستلم 1,450,000 لتر. وليس هذا السبب فقط، وإنما الوصاية تأتي للأسف من الوزارة ومن دائرة المنتجات النفطية بكيفية توزيع هذه الحصص، حيث أن لدينا المحطات الحكومية تستلم في اليوم 4 وجبات، أي بحدود كل وجبة 36,000 لتر حصة نفطية للمحطات الحكومية، والأهلية تستلم في الأسبوع أو في الشهر حصتين فقط. والمحطات الوقود الحكومية لا تعمل بكل طاقتها في المدينة، هناك متضررة. وللأسف هناك وصايا أيضا سيد زهير النفط على آلية التوزيع، هاي كل وهناك مؤشرات فساد سيد زهير تم إحالتها إلى هيئة تحقيقات بظل كل هالمعاناة. وتم أيضا هناك موضوع التهريب لمادة البنزين خارج المحافظة. عفوا، بظل كل هاي المعاناة ومع كل هاي الأزمات، وينكم من فتح قنوات اتصال مع الحكومة الاتحادية، مع الوزارات، مع الوزارات المعنية؟ أنتم تحملون حكومة بغداد مسؤولية معاناة المواطن في نينوى وفي الموصل، تحملون حكومة بغداد مسؤولية هاي الأزمات بسبب عدم تحويلات مالية. وينكم من مناقشة ومفاتحة ومداولة بغداد فيما يجري وما يحدث؟ يعني أنا اليوم أمام أرقام حقيقة مخيفة، جت بتقرير للمجلس النرويجي لمساعدة اللاجئين، يقول لي 54,000 منزل في الموصل مدمر، 64,000 عائلة ما زالت مهجرة، 80% من شباب الموصل عاطلين عن العمل، والموصل تحتاج إلى 874 مليون دولار لإصلاح البنية التحتية. بالتالي هسه أنا أبقى للصبح عدد أزمات، ماء وكهرباء ووقود وأزمة رواتب وإلى آخره، والحل كيفية القضاء على هذه الأزمات؟ أستاذ علي، اللقاءات الكشوفات واللقاءات مع السادة المسؤولين في الحكومة المركزية موجودة. سيد رئيس الوزراء مشكور زار مدينة الموصل وطرحنا عليه كل الملفات، والسيد مهدي العلاق في كل فترة يزور، وآخر زيارة قبل أسبوع إلى المدينة وتطرقنا إلى كل الملفات. التقى السيد المحافظ بدولة رئيس الوزراء قبل 3-4 أيام وتحدث معه بتفاصيل الأمور. ولكن هذه الحقيقة أستاذ علي على الأرض، نحن تحت حكم وصاية. لا أنا يهمني أعرف الوزارات، للأسف هذا واضح، ليست هناك هاي الفكرة أصبحت واضحة، بس أنا يهمني أعرف إصلاح حياة المواطن لم تصرف. أنا يهمني أعرف سيد زهير أي مواطن في هذه المدينة بعد مرور سنة وثمانية أشهر كيف تعاد البيوت؟ أنا يهمني أعرف شو وعدتكم حكومة بغداد بحل هاي الأزمات، جزء منها تقليل أو تخفيف هاي الأزمات؟ يعني بالتأكيد فاتحتوهم فيما يخص الأنقاض التي ما زالت موجودة في الموصل، الحديث عن
الحديث عن عن 8 ملايين طن من الحطام من الأنقاض ما زالت موجودة في الموصل، جثث ما زالت تحت الأنقاض. بالتأكيد أكو دور البغداد، بالتأكيد أكو موقف البغداد. سيد الفاضل، أنت تعلم أن السيد محافظ نينوى والحكومة المحلية اليوم عليها ديون متراكمة بحدود 60 مليار دينار عراقي بسبب عدم وجود تغطية مالية من بغداد. هل تعلم نحن نعمل بالآجل مع بعض الشركات والمقاولين حتى شراء الوقود لتسيير الآليات الخاصة بالدوائر الخدمية، هي مبالغ بقروض مقابل أن نتعهد لهم حين توفر السيولة المالية؟ هل تعلم أن السيد وزير الكهرباء قام بنقل 2 من أكفأ مدراء العامين في مدينة الموصل إلى الجنوب؟ هل تعلم أن الحصة من 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 تزويد الوقود عندما حدثت مشكلة في ديالة قام وزارة الكهرباء بقطع 200 ميجا من حصة نينوى التي هي أصلا نصف الحصة المستحقة إذا ما دون النص، ويقوم بتحويلها إلى محافظة ديالة، وثم يقوم بقطع 50 ميجا لتحويلها إلى صلاح الدين؟ كأنهم يناورون الأمور بين المحافظات التي تحصل فيها تظاهرات على حساب محافظة نينوى، كون أهل هذه المحافظة لا يريدون أن يشكلون أزمة مع الحكومة المركزية بقيامهم بتظاهرات ضد الوزارات أو ما ذلك. تقوم السيدة وزيرة الإسكان والإعمار بنقل أكفأ المهندسين في نينوى بوشايات من هنا وهناك لمصالح شخصية لبعض الشخصيات مع مدير عام البلديات بنقلهم خارج مدينة الموصل، والذين سايروا القوات الأمنية وعملوا مع هذه المحافظة. أخي، رجعنا إلى المربع الأول أستاذ علي، هناك ظلم واقع على هذه المدينة، ونحن من خلال الشرقية الناشد كل المنظمات الدولية وكل البرلمان اللي كان موجود وناشدناهم في حينها، ونناشد الآن كل الخير ودولة رئيس الوزراء في مقدمتهم أن تكون هناك لجان من كل الوزارات لتحضر إلى نينوى وترى حال نينوى. نحن نتحدث عن هذه الأرقام من بعض المنظمات الأجنبية، ولكن نحن لو أتينا إلى المدينة واطلعنا وكان هناك دور لقناتكم الموقرة في الحضور إلى هذه المدينة وبالأخص مدينة القديمة ورجعتم حجم المآسي. أنا أتمنى من الشرقية أن يكون هناك حضور في نينوى ولقاء كل الناس والمواطنين والمسؤولين ليعرفوا حقيقة ما يجري في هذه المدينة. هاي الأرقام مخيفة، من يحدثني المركز النرويجي عن 8 ملايين طن من الحطام من الأنقاض ما زالت موجودة في الموصل. مسؤولية من رفع الأنقاض؟ إلى الآن بعد عام من التحرير الأنقاض تغطي الموصل. مسؤولية من إخراج الجثث، رفع الجثث من تحت الأنقاض؟ واجب منه؟ أي جهة، أي مؤسسة؟ حكومة بغداد، صندوق الإعمار، القضية مرتبطة بالأمم المتحدة، مرتبطة بحكومة نينوى المحلية. نعم، الأنقاض هي مسؤولية مديرية بلدية وبلديات محافظة نينوى التابعة لوزارة الأسكان والإعمار والبلديات. هذه الوزارة حقيقة بدأت بجهد بسيط وخجول جدا في المحافظة، ولا زالت لا تدعم بلدية الموصل. نحن لدينا كانت الأيدي العاملة المسجلة لدينا في المحافظة بحدود 11,000 قبل سقوط نينوى بيد داعش. اليوم لدينا بحدود 4,000 إلى 3,000 عامل، أجر العامل كان 10,000، اليوم العامل يعمل بشفتين ب 7,000 دينار عراقي. للأسف في اليوم 7,000 دينار عراقي يكد من ساعة 7 صباحا وإلى 12 ليلا، ووزارة البلديات تقول ليس لدي إمكانية أن تصرف مبالغ أجور العمال. كانت لدينا أكثر من 2500 آلية تعمل في مركز مدينة الموصل فقط لبلدية الموصل، الآن لا نملك إلا 300 آلية. كيف نقوم برفع الأنقاض والكمية؟ وأنا أقوله أمام القناة، لولا جهود الحكومة المحلية المتمثلة بالسيد المحافظ وبلدية الموصل. أنا أريد أختم وياك، مضى عندي وقت سيد زهير. المنطقة القديمة لا زالت مسدودة وبدون ماء وبدون كهرباء. عندي بعد دقيقة. المبالغ التي تم قرضها بحدود 60 مليار هي الذي أنقذت وعادت الحياة شيئا ما إلى هذه المدينة. عندي دقيقة من فضلك، بعد عام من التحرير ما هي المشاريع التي نفذت وما هي المشاريع في طور التنفيذ جاري العمل بها؟
نعم، المشاريع حقيقة هي مشاريع ترقيعية، وأقولها بكل أمانة، ليس لدينا هناك مشروع جديد نفذ في المدينة. المشاريع التي نفذت هي ترقيعية، إصلاح الأنابيب الناقلة للماء، المغذيات، الكهرباء، تزويد الأحياء المدينة بالكامل بالمحولات التي فقدتها المدينة بالكامل. هناك مشاريع لإنجاز وإدامة عمل مشاريع الماء بطرق أيضا ترقيعية. المشاريع المستقبلية لنا قدمت بشكل رسمي إلى مؤتمر الكويت وإلى صندوق إعادة الإعمار وإلى أيضا الخطة ضمن وزارة التخطيط لتوفير الغطاء المالي ضمن الموازنة. ولكن أنا أقولها للأسف، المدينة اليوم صحيا المستشفيات يا سيد علي، أتمنى أن يكون هناك زيارة للشرقية ليجد حال المستشفيات التي لا تتوفر فيها في هذا الصيف الحار أجهزة تبريد للمرضى. المستشفيات الكبيرة دمرت بالكامل، ليست هناك مستشفيات بديلة سوى التي قدمت من بعض المنظمات مشكورة وعملت خلال فترة التحرير والنزوح ووقفت أعمالها وسلمتها لدائرة صحة نينوى. وزارة الصحة أنهت محافظة نينوى صحيا، والأمراض تفتك بالشباب وبالأطفال، وهناك مستشفيات، وقد زرنا مستشفى قبل يومين لم نجد حتى المرضى يخرجوهم من الصالات بسبب الحر الشديد إلى الحدائق الموجودة في المستشفى لغرض الخلاص من الحر القاتل داخل الأحياء، واشتكوا الأطباء من ذلك. واتصلنا بالسيد مدير العام، وأنا أقولها وعيدها أن نينوى تحت وصاية الوزارات. واضح سيد زهير، حتى الموارد التي تجمع يعني للأسف الوقت خلاص عندي. خلينا شكرك سيد زهير العرجي قائم مقام الموصل، شكرا جزيلا. في الأيام الساخنة الكهرباء تلوح بتغريم المفرطين باستغلال الطاقة. النجف استثمار المطار قرار وفق إرادة كتلة الأحرار. أعلنت وزارة الكهرباء العراقية انخفاض إنتاج الطاقة الكهربائية بالعراق إلى 14,000 ميجاوات بعد أن أوقفت إيران تزويد العراق ب 1000 ميجاوات لعدم تسديد العراق ديون مترتبة لإيران بهذا الصدد. من جانب آخر، شرعت وزارة الكهرباء بتطبيق خطة لتغريم المفرطين في استخدام الكهرباء وفق بيان للوزير الفهداوي. الفهداوي أوضح أن الخطة تشمل غرامات لا تقل عن 1,000,000 دينار تطال المفرطين باستخدام الكهرباء في المجمعات التجارية والمعارض والمطاعم والفنادق، وتواجه الوزارة نقدا حادا جراء تلكؤ إيصال الطاقة للمواطنين في موسم الصيف الساخن. نناقش هذا الملف مع مدير عام التشغيل والتحكم في وزارة الكهرباء السيد يحيى عباس. سيد يحيى، أهلا بك، شكرا لحضورك. أهلا وسهلا بك. الله بالخير. الله بالخير. حضرتك بيدك الجوزة يمكن مدير عام التشغيل والتحكم، يعني أنت اللي تطفي علينا وأنت اللي تشغل علينا. لا لا، أنا مسؤول عن إدارة محطات التوليد والنقل المنظومة النقل. يعني راحتنا وتبريدنا بيدك. يعني بيد التوزيع أنا مسؤول عن النقل. تريد أعلن موقع الاستوديو وإحنا على الهواء مباشرة؟ ماكو مشكلة. شنو هذا القرار الأخير؟ فرض غرامة مالية 1,000,000 دينار مع عقوبة القطع على أصحاب المحال التجارية، المطاعم، المعارض، الفنادق اللي يستخدمون الإنارة صباحا ويفرطون بها يعني خلال الليل. يعني صراحة يعني إذا حضرتك شوفت تروح للمحافظات شوف صباحا ماكو مطعم ما مشغلة في 4-5 مصابيح على الأقل، عدا يعني مصابيح الهالوجين والتبذير وعدم الترشيد باستخدام الطاقة. زين. إحنا حقيقة نواجه مشكلة أنه الضياعات الإدارية والحمل الغير مقروض توصل إلى 60%. يعني تقريبا اقدر اقول انه كل 2 ميجا نولدها دا تروح واحد حمل مقروء 1 ميجا، والحمل الاخر دا يروح يعني لمستهلكين هم متجاوزين على الشبكه، وهاي تسبب لنا مشكله كبيره. لو كل المستهلكين اسمح لي اقول لك. نعم. قراراتكم خلي اسميها بالترقيعيه، ولا ما معقوله من خلال هذا القرار. نعم. حتى نحل ازمه الكهرباء يعني إجراءات ترقيعية. سمعت قبل شوية السيد زهير العرجي قائم مقام الموصل يقول يأخذون من عندنا يطون صلاح الدين، لأن والله شنو طلعت مظاهرة في صلاح الدين، يأخذون من عندنا يطون إلى كركوك لأن شنو طلعت مظاهرة في كركوك. يعني ما معقولة بهاي الإجراءات فرض غرامة مالية على أصحاب المحال التجارية، المطاعم، الفنادق. على فكرة هم يعتمدون على الإنارة. خلي أشرح لك هذا الموضوع. خلي أشرح لك موضوع الموصل يعني صراحة.
احنا قبل دخول داعش للموصل والانبار وصل حدين كان عندنا قدره توليديه جاهزه تشغيل بحدود 4500 ميجا وات. وين؟ في الموصل والانبار وصلاح الدين. زين. وكان عندنا مشروع مشاريع انتاج بلشين بها اللي هي صلاح الدين الحراريه والانبار المركبه وعكاز بحدود 3500 ميجا وات. كل هاي خرجت عن الخدمه يعني اثناء دخول داعش، والمحطات اللي كانت بالعمل العامله دمرت. احنا كوزاره كهرباء اسرع خدمه قمنا يعني قدمناها للمواطنين في هاي المناطق وبالذات الموصل. احنا حاليا يقول لك عندنا حصه، هاي الحصه جاي تتناقص، جاي ياخذون من عندنا 50 ميجا واط يطوها الى صلاح الدين لان طلعت تظاهره خلي رقم اكثر الى كركوك. خلي اشرح. الموصل احنا اسرع خدمه وصلنا لها الكهرباء، الموصل شبكتها مدمره بالكامل، شبكه ال 400 الضغط الفائق مدمره بالكامل. احنا قدرنا نشغل محطة نينوى الغازية بحدود وحدتين، وإن شاء الله 15 بشهر تدخل وحدتين أخرى، وقدرنا نشغل على الرغم من منسوب المياه القليل بنهر دجلة قدرنا نشغل وحدتين في سد الموصل، ونوصل الكهرباء من الشبكة الوطنية ومن محطة خورم الله بحدود 700 ميجا إلى من 600 إلى 700 للموصل تحديدا. إنجازات بسيطة على كل، مو موضوع الموصل بقدر ما موضوع هذا القرار الأخير اللي يعتبره قرار ترقيعي، إجراء ترقيعي، لأن ما معقولة بهاي الطريقة حتنحل أزمة الكهرباء. أفرض غرامة مالية على أصحاب المطاعم والفنادق والمحال التجارية، وثانيا بأي حق وفق أي قانون؟ أزمة الكهرباء حقيقة هي أزمة يعني هي معادلة طرفيها المولد والمستهلك. يعني ما معقولة إحنا يعني صراحة أقول لك احنا لو نبقى هسه نولد يعني بعد 10000 اضافيه ما راح نغطي المطلوب طالما الاستهلاك بهالطريقه وهالعشوائيه. باي حق ماشي عندكم حق، باي حق باي قانون جاي تطبقون هاي القرارات فرض غرامه ماليه قدرها مليون دينار على اصحاب المطاعم الفنادق المحال التجاريه وفق اي قانون باي حق؟ يعني المفروض هذا الاجراء هو الحد منه هو ترشيد الاستهلاك، احنا مو احنا مو سلطه تنفيذيه. ما يخالف بس انتم تنفذون حسب القوانين النافذه، مو هيك؟ ما معقوله تتجاوزون على القوانين او تخترعون غرامات بكيفكم، ولا لان عندنا ازمه ماليه نفرض غرامه على مشغل فلورسن زايد او جلوب زايد؟ لحد الان ماكو طريقه لترشيد الاستهلاك غير انه تفرض غرامات على الناس المتجاوزين على الشبكه. شلون حتطبقون هاي الغرامات او شلون حتفرضوها؟ والله ما اعرف، هاي الدائره القانونيه هي مختصه بالموضوع، يعني انا رجل فني احكي لك الشغل الفني، بس انا في رايي اذا ما يصير ترشيد بالطاقه ما ممكن نغطي الطلب. انا اقول لك شلون حتطبقوها، يعني جوز حضرتك ما عندك هاي المعلومه، انا عندي. المفروض وزاره الكهرباء حتسوي فرق جواله، هاي الفرق الجواله تفتر، تتحملني شويه هاليوم، تفتر على المطاعم على الفنادق على المحال التجاريه، تشوف منو مشغل الصبح تفرض عليه غرامه ماليه. حلو، يشغل الصبح تنفرض عليه غرامه ماليه، ويقول لك اللي يفرط باستخدام الطاقه الكهربائيه لينا حتنفرض عليه ايضا غرامه ماليه، بس هاي انا اللي فهمتها، يعني اللي مشغل 5 فلورسنات مثلا تنفرض عليه غرامه لو نطالبه ب4، او اللي مشغل 6 نطالبه ب5، شلون؟ هاي الفرق الجوال ربما هي باب جديد من ابواب الفساد، يا وزاره الكهرباء. يعني يفترض اكو ناس قانونيين يعني يطلعون بهذا الموضوع ويبتون به، يعني احنا كوزاره الهدف الاول والاساس من هالموضوع هذا هو الترشيد، يعني احنا ما عندنا سلطه نقدر نحكم بها المواطن حقيقه، يعني السلطه التنفيذيه هي اللي تنفذ هذا والقضاء. احنا كوزاره عندنا انتاج الان، احنا حاليا هذا هاللحظه عندنا 14000 ميجا وات، عندنا تقريبا 500 ميجا وات طالعه من الخدمه بسبب الغاز. عندنا تقريبا شنو بسبب الغاز؟ عندنا يعني انخفاض ضغوط الغاز في منطقه الفرات الاوسط بحدود عندنا طاقه ممكن نصعد بها بالتوليد بحدود 500 ميجا وات بسبب ضغوط الغاز بالفرات الاوسط على الشبكه الوطنيه، ما نقدر نصعد بها. وزاره النفط تتحمل المسؤوليه هنا؟ وزارة النفط ما جاي تزود المحطات الكهربائية بالغاز؟ هي مو ما تزود، هي تزود بس اللي يجينا غير كافي فبالتالي 500 ميجا وات خارج الخدمة بسبب وزارة النفط. نعم، هاي نقطة رقم واحد. عندنا 13000 ونص الآن، بس اسمح لي، عندنا احنا يوم 30/6 كان عندنا تقريبا 16000 ميجا وات، يوم 1/7 بدأوا الإيرانيين يقطعون خطوط استيراد الطاقة من ايران الى، رغم انه اكو عقد بيناتنا، هاي الخطوط كان تصدر للعراق بموجب العقد كان تقريبا 1300 ميجا وات. 1300 ميجا وات من 13.5 اللي عندنا ما عدا اللي موجود،
ما عدا اللي موجود ما عدا اللي 13.5 ميجا وات عندنا 1300 من ايران اي عندنا 14 حاليا هسه انا قبل موضوع ايران اريد اناقش هاي ال 14000 او ال 13.5 ميجا وات هاي منو دي يستهلكها اكثر يعني معقوله لا لا مو انا عندي هنا سؤال مهم هل المحال التجاريه الفنادق المطاعم هم اللي دي يستهلكون كهرباء بهالحجم الكبير حتى افرض غرامه ماليه وانا اعرف وحضرتك تعرف انه المؤسسات الحكوميه والمراكز التجاريه هي المستفيده الاكبر من الطاقه الكهربائيه ان كان كلامي غلط قل لي غلط بس اذا اسمح لي احنا عندنا قلت لك 30/6 كان عندنا 16000 ميجا وات زين بوجود الخط الايراني وكان عندنا المفروض تدخل وحدات يعني ان شاء الله خلال هالاسبوع تدخل وحدات عندنا تدخل بالبسمايه المفروض تدخل وحده 250 ميجا وات وعندنا المفترض لا لا مو مفترض تدخل لا هاي الوعود عفنه لا احد ما تدخل لا يلا نقول لكم شكرا في طور التشغيل يعني احنا قالوا لنا حنصدر الكهرباء سيد يحيى اسمح لي طلعنا ما مسددين الفلوس الايران وقطعت علينا الكهرباء هذا المفترض انا بدي احكي لك انا رجل فني يعني ما عندي مصلحه زي. انه اقول لك غير الحقيقه زين عندي وحدات خارجه عن العمل بسبب حادث صار يوم 30/6 نعم في الزبيدية 600 ميجا وات وعندي وحدات بالناصرية موزعة تقريبا مجموعها بحدود 800 ميجا وات هاي تدخل خلال اسبوع يعني خلي اسبوع مقسم اسبوع ايش قد يصير عندي ما عدا الخط الايراني ما عدا الخط الايراني ممكن اوصل لل 15 واكثر شويه بس 15000 ميجا وات خلال اسبوع او اسبوعين من الان ما عدا الخط الايراني اتركني من الخط الايراني حجي واناقش موضوعه من المستفيد الاكبر والاكثر من ال 15000 ميجا وات او حاليا 13.5000 ميجا وات اليس هي المؤسسات الحكوميه والمراكز التجاريه الكل مستفيد المواطن نسبتهم ايش قد نسبة الاستفادة يعني المؤسسات الحكومية والمراكز التجارية احنا ما أخفيك احنا الحمل الصناعي عندنا كلش قليل الكل اللي دنولده هو حمل سكني يعني إذا أضرب لك مثل إيران دتولد تقريبا 60000 إلى 70000 ميجا وات 30% منها حمل سكني يعني معادل تقريبا ما احنا هسه نستهلكه الأحمال السكنية مع العلم 30% فقط احنا جاي نستهلك حمل سكني 30% احنا كله نستهلك حمل سكني كل الموجود ما عندنا احمال صناعيه كبيره بالبلد صناعه عندنا متوقفه دعرب زين فكل اللي جيد نولده هو هي احمال سكنيه ما عدا المصانع الصغيره يفترض الحمل السكني ما يكون احماله عاليه يعني المفروض اللي نولده يكفي بصراحه يكفي المواطن بس ماكو ترشيد بالاستهلاك اكو فوضويه وعشوائيه بالاستهلاك وهذا يعني اتصور الكل يقربي حقيقه من يتحمل مسؤوليته هو وزارة الكهرباء هتقول للمواطن يستهلك يبذر لا تتحمل مسؤوليته وزارة الكهرباء من ذهبته قبل 4 سنوات باتجاه مشروع الخصخصة وفشل هذا المشروع لسبب أو لآخر سبب المحافظات لأسباب سياسية فشل هذا الموضوع إذن وزارة الكهرباء هي جزء من هذا الفشل على كل حضرتك رجل فني ومالك غرض بهاي الجوانب السياسية والقانونية احكي لي على الخط الايراني هذا الخط الايراني 1300 ميجا وات هي اربع خطوط يعني او خمس خطوط خط 132 تغذي خانقين وخط يغذي دياله 400 شربيل جهاب دياله وخط يغذي العماره والخط الاخر يغذي البصره ايضا 400 ليش وقف اربع خطوط ليش 400 وقف؟ كي بي اربعه وقفا مره واحده يعني في الصراحه التوقف مفاجئ وهي اول مره يسوي الايرانيين يسوونه اكو عقد مبرم بين العراق والايران العقد لاي سنه ينتهي نهايه السنه كل سنه يجدد سنه لسنه واحده اندفعت فلوس هاي السنه 2018 احنا يعني فلوس موجوده بصراحه بس اكو مشاكل مصرفيه بسبب المشاكل يعني بالتالي لم يتم تحويل الاموال حسب العقد المبرم يعني اكو مشاكل مصرفيه او قيود على المصارف الايرانيه هو السبب اكو مفاوضات حتى نسدد مو لانه ما عندنا فلوس زين بس هم الايرانيين صراحه يعني مو بس هذا السبب يتعذرون مرات يعني حتى اسباب تقنيه يتحججون بها يعني تفاجئنا انه مره يقولون سبب مالي مره يقولون سبب تقني وجاري المفاوضات وياهم حتى شلون حتعوضون هاي ال 1300 ميجا وات اكو محافظات متداية الان احنا حاليا كدياله مثلا المتضرر يمكن الاكبر مو هي كل المحافظات البصره والعماره والدياله تتغذى من الخطوط الايرانيه بس احنا حاليا نغذيها هاي الخطوط بال يعني بالقدره الوطنيه وطبعا هي هاي حسب نسبه كل محافظه بدنا نعطي هاي الحصص للمحافظات. انا اشكرك سيد يحيى عباس ثاني بس اود شغله يعني الجبايه مشروع الجبايه كان الهدف منه هو الترشيد باستهلاك الطاقه
اكو مناطق فعلا ترشدت يعني ممكن ترجع لتقارير التوجيع بهالموضوع هذا، واكو مناطق طبعا لا يحتاج هاي الدراسه للموضوع اعاده الدراسه. ونشكر وزاره الكهرباء، اهلا وسهلا، اللي الكهرباء اللي تغطي 24 ساعه كل محافظات العراق. تعرف حضرتك هذا القرار فرض غرامه ماليه مليون دينار بناء على قرار صدر عام 1999؟ يعني الان وزاره الكهرباء رجعتنا لايام الحصار، فشكر من كل مواطن عراقي لوزارة الكهرباء. يفترض المواطن يرشد، يعني هو الهدف الترشيد، مو الهدف هي معاقبة المواطن، الهدف يعني هو المواطن لازم يحس ب يعني صناعة الكهرباء هي صناعة مليارات انصرفت سيد عباس. صناعة الكهرباء خليني أشكرك يعني. خليني أشكرك السيد يحيى عباس مدير عام التشغيل والتحكم في وزارة الكهرباء، نورتنا بحضورك يا أهلا بك. شكرا جزيلا. ويبدو أن حكاية مطار النجف بملابساتها الفريدة العجيبة لا تريد أن تنتهي، فقد قرر مجلس المحافظة أن يستلم بنفسه إحالة المطار للاستثمار أو إلغاء فقرة من القرار رقم 40 الذي صدر عنه في أواخر العام الماضي القاضية بضرورة إيكال مهمة إحالة المطار للاستثمار إلى شركات عالمية رصينة. وسعى لاستصدار هذا القرار تحالف مكون من 16 عضوا من المجلس جلهم من كتلتي الأحرار والوفاء، وكل هذا يجري في وقت لم تحسم أي مشكلة من مشاكل المطار الإدارية والفنية، وعلى رأسها ملفات الفساد وتراجع خدمات المطار. نناقش هذا الملف عبر الهاتف مع السيد حسن الزبيدي عضو مجلس محافظة النجف. سيد حسن يا هلا بك. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. حضرتك كنت رئيس اللجنة التحقيقية بملفات فساد مطار النجف الدولي، حدثتنا هنا في بالاستوديو بوقتها عن ملفات فساد ضخمة وكبيرة، ما أعرف إذا هاي اللجنة إلى الآن ما زالت مستمرة بعملها وحضرتك ما تزال رئيس لهذه اللجنة، لكن اللي أريد أعرفه أو اللي أريد أتذكره بمساعدة حضرتك أكبر ملفات الفساد اللي حدثتنا عنها، أهم ملفات الفساد في مطار النجف اللي حدثتنا عنها باختصار لو سمحت. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة قصة مطار النجف هي قصة غريبة تمثل قصة الفساد على مستوى العراق، ممكن أن تعطي نموذجا للفساد على مستوى العراق زين، ولفساد الأحزاب التي تتحكم في أغلب المؤسسات المهمة في المردودات الاقتصادية زين. في مجلس محافظة النجف أكثر من مرة يتشكل تحالف معين من المكتب السياسية وبعض الأعضاء الذين يستطيعون أن يؤثرون عليهم، ومحور هذا التحالف، فكرة هذا التحالف هو المطار النجف وكيفية توزيع واردات مطار النجف وكيف يدار هذا المطار ولمن تذهب وارداته. والآن تشكل هذا التحالف من جديد بعد أن تشكل مرات ومرات وأخفق في إخراج الإدارة، والإدارة هي ذاتها إدارة عليها شبهات كثيرة وعليها دعاوى كثيرة عند القضاء، والآن تشكل من جديد لكي يذهب بالمطار باتجاه شنو هدف هذا التحالف؟ أنا حرجع على سؤالي بعد قليل، لكن طالما دخلت حضرتك بهذا التحالف المشكل سابقا والمعاد تشكيله حاليا لأهداف ربما أنا وياك نعرفها المشاهد ما يعرفها، هي الدفاع عن واردات مطار النجف، تحالف من أحزاب تدافع عن واردات مطار النجف، مو هاي الحقيقة؟ مستفادين من واردات مطار النجف هيك هالشكل. هذا التحالف الآن شنو مهمته؟ شنو هدفه؟ هدفه أن يعطي مطار النجف إلى شركة استثمارية متفق عليها بين هذه الكيانات السياسية. أها. يعني التفاف على القرار السابق اللي صدر على ما أذكر بكانون الأول 2017 إحالة مطار النجف كفرصة استثمارية، والمفروض تجي شركات عالمية رصينة تشارك أو تأخذ المطار كفرصة استثمارية. الآن يريدون يشيلون هاي الفقرة رقم 40 هذا التحالف ويتفقون على شركة ويحيلون مطار النجف كفرصة استثمارية إلى هذه الشركة المتفق عليها بين هذه الأحزاب. بالضبط، كانت اللجنة التحقيقية التي تشكلت في الآن كشفت كثير من ملفات الفساد وبالكتب الرسمية وبالأرقام الواضحة، وأحدثت ضجة الرأي العام فيما داخل محافظة النجف،
فلذلك ذهب أنا باسم المحافظة إلى إصدار قرار رقم 40 زين. ولدفع الشبهات عن نفسه وضع فقرة في هذا القرار تقول بأن المطار يعطى كفرصة استثمارية من قبل شركات رصينة عالمية معروفة تأتي لكي هي التي بنفسها تعطي المطار إلى شركة متخصصة بعيدا عن مجلس المحافظة وبعيدا عن الكيانات السياسية دفعا للشبهات. وعندما لم يتم المجلس والفتن لا تريد بالحقيقة وليس لم يتم وعندما هي لا تريد ذلك في وقت هذا سيد حسن يبدو انه اكو مشكله يبدو انه اكو مشكله بالصوت. هذا التحالف مكون من قبل من؟ فقط الاحرار والوفاء ام توجد احزاب وكتل اخرى؟ الاحرار والوفاء يشكلون الاغلبيه مثل ما تفضلت في هذا من ونفس هاي الأحزاب نفس هاي الأحزاب هي اللي شكلت مجلس إدارة مطار النجف ودافعت عن 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 هذا المجلس وبقاء هذا المجلس. بالضبط هو هي نفس إدارة مطار هي من ممثلي هذه الكيانات وللوفاء ممثل وللأحرار ممثل ولحزب الدعوة ممثل وبالتالي هو مجلس إدارة المطار عبارة عن ممثلين لهذه الكيانات ويتصرف بواردات المطار بما يشاء وحسب ما يرغب. ويعتبر مطار النجف الآن له أزرع تؤثر على كثير من مؤسسات المحافظة وأيضا خارج زين. المحافظة زين. أنا عندي دقيقتين سيد حسن أريد أستغلها. قرار من نعم. من 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 رئاسة الوزراء من مجلس رئاسة من مجلس الوزراء يقضي بحل إدارة مجلس مطار النجف، كيف لم ينفذ هذا القرار؟ ما هي سلطة أو قوة مجلس إدارة مطار النجف؟ كيف لا يرضخ لقرار من الحكومة الاتحادية؟ بالضبط هذا الاستغراب هو موجود لدينا أيضا، أكثر من كتاب مجلس الوزراء المنفذ والآن الأمانة العامة لمجلس الوزراء لديها شكوى في القضاء العراقي ومجلس المحافظه لديه شكوى والمحافظه لديها شكوى ايضا. والمشكله ان كل هذه الشكاوى خمس شكاوى حول المطار لكنه اداره المطار عمليه وتتكلم بصوت عالي. ايش قد واردات المطار السنويه سيد حسين؟ ايش قد؟ عفوا اها ما يعلن شيء وما يقال في الخفاء شيء اخر. طيب نعم. من قبل من تقصد من تقصد بهذا الكلام؟ تبناها المطار بعض الحملات الانتخابية تبناها المطار بعض الكيانات السياسية وبالتالي هناك قضايا سرية اتفاقات سرية وبالتالي هم نفسهم زعماء هذه الكتل السياسية يريدون المطار أن لا يذهب بعيدا عن أيديهم ولا يعني يأخذ أسهم من واردات المطار التي تسيل. إشقد واردات المطار السنوية؟ يعني هي تقدر بمليارات الدنانير. واردات المطار بمليارات الدنانير. يعني لا أعرف بالدقة لكنها بالتأكيد أرقام مغرية. وحصة الأحزاب إشقد؟ حصة الأسد من هاي المليارات الدنانير؟ وهناك ايضا حسب ما انتهى الى متابعتنا انه الواردات والتهريب هناك تهريب ايضا من المطار تهريب عمله تهريب اشخاص تهريب قضايا كثيره بعلم مجلس الاداره باتفاقات نعم بالتاكيد تصب في مصلحه مجلس الاداره وبالتالي يعني تصب في مصلحه الاحزاب. واضح سيد حسن الزبيدي. يعني للأسف الوقت عندي ضيق. عضو مجلس محافظة النجف شكرا جزيلا. خريجو الكليات التقنية الأهلية بطالة رغم القانون.
وردت البرنامج مناشدات عدة من خريجي كليات التقنية الطبية الأهلية، والمفترض بأنهم في إطار الموازنة العامة مشمولون بالتعيين على ملاك وزارة الصحة، ورغم مرور 7 أشهر من العام ما زالوا يجلسون على دكة البطالة. هذا الموضوع حنناقشه مع عمار عاتي أحد خريجي الكلية الطبية التقنية كممثل عن باقي الخريجين. سيد عمار يا هلا بيك. أهلاً عمار. الله بالخير. الله بالخير. ليش إلى الآن من حلت مشكلتكم؟ أنا ما عندي وقت، يمكن 5 أو 7 دقائق. فليش إلى الآن من حلت مشكلتكم وتم تعيينكم، والمفروض أنتم مشمولين بقانون التدرج الطبي رقم 6 لسنة 2000 المعدل، مو هالشكل؟ نعم صحيح، هو مشمول قسم التقنيات التحليلات المرضية وقسم البصريات، هذان القسمان لم يشملا من قبل وزارة الصحة، ذلك لأسباب عدة. كان من المفترض أن ضمن موازنة 2018، وقد وعدت وزارة الصحة مسبقا بأنه نكون ضمن جدول وضمن الدرجات المخصصة، هي 15,000 درجة. هنا حديثنا عن خريجي الكليات التقنية الطبية الأهلية قسم التحليلات المرضية وقسم البصريات. رغم وعود وزارة الصحة ووزيرة الصحة لم يتم تعيينكم، رغم أنتم مشمولين بهذا القانون، قانون التدرج الطبي رقم 6 لسنة 2000. هذا منو يشمل القانون؟ كليات الطب؟ الكليات الطب وطب أسنان وصيدلة. أهلي وحكومي؟ أهلي وحكومي نعم. وتم تعيين كليات الطبية التقنية؟ تم تعيين قسم الطب وطب أسنان وصيدلة أهلي وحكومي. زين. نعم نحن مشمولين. ماذا عن الطلاب أو خريجي الكلية التقنية؟ قسم التقنيات التحليلات الحكومي المرضية الحكومي تعين حالة تعين كشيء طبيعي، لكن قسم تقنيات التحليلات المرضية لأهلي فقط هو القسم الذي لم يشمل رغم الوعود والمناشدات. تم تشكيل لجنة من العام الماضي منذ أكثر من 7 أشهر لمتابعة الموضوع مع وزيرة الصحة شخصيا، وقد أوعدت الوزيرة شخصيا أنه أنتم مشمولين ضمن قانون التدرج الوظيفي لسنة 2000. وخرجت فيديو منتشر بوسائل التواصل الاجتماعي، تتحدث به عن وتوعد به الطلاب بالتعيين، وعدت انه ضمن الموازنة وضمن الدرجات المخصصة، لكن فوجئنا بعدم شمول قسم التقنيات التحليلات المرضية، نزلت الاستمارة. فكنتم متواصلين ويا الوزيرة؟ نعم بأيام الانتخابات، قبل الانتخابات. قبل الانتخابات هناك وفد كان متواصل، كانت تستقبلكم وكان استقبال، وكان بعد الانتخابات للأسف ما بعد الانتخابات لم ترد المشكلة. اعطيني مجال عمار من فضلك، خلي أروح للدكتور سيف البدر المتحدث باسم وزارة الصحة. دكتور سيف مرحبا بك. أهلا وسهلا. ليش تمتنع وزارة الصحة عن تعيين خريجي الكليات التقنية الطبية الأهلية وهم مشمولين بقانون التدرج الطبي رقم 6 لسنة 2000 المعدل اللي يشمل يعني كلية الطب، طب الأسنان، الصيدلة، أهلي حكومي، وعينتوا أيضا خريجي الكلية التقنية الطبية يعني خريجين الحكوميين، ليش من جيتوا يم الأهليين ووقفتوا التعيين؟ شكرا جزيلا. تعبير حضرتك مو دقيق أخي الكريم. أولا وزارة الصحة ليست هي الجهة التي تعين، وزارة الصحة تقدم احتياج إلى وزارة المالية وتأتي التخصيصات المالية والدرجات الوظيفية من وزارة المالية، وهذا شيء معروف. بالنسبة الأخ اللي جالس عن حضرتك وهذا الموضوع ليس بجديد من السنة الماضية، بالنسبة لكليات التقنية الأهلية لم يحدث أي تعيين سابقا. سيد الوزيرة في مبادرة من العام الماضي كان وقبل موضوع الانتخابات أيضا بفترة طويلة أكدت الوزارة حاجتنا لهذه الأعداد وأعداد أخرى، يعني دائما إحنا نقول الناس اللي ما متعينين إحنا محتاجيهم ومحتاجين بعد تعيين، ورفعنا كتب. وبآخر مرة أنا أقول لك أكو كتاب قدامي تاريخ 7/5/2018 مرسل من دائرة التخطيط وتنمية الموارد قسم تطوير القوى العاملة إلى وزارة التعليم العالي بتوقيع المدير العام علي حسين التميمي، تطالبون وزارة التعليم بتزويدكم بالأوامر الجامعية لخريجي التقنيات الأهلية للعام الدراسي 2013-2014 إلى العام الدراسي 2016-2017. هسه أنت تقول لي القضية مو يم وزارة الصحة أو مو من يعني مو عفوا دكتور سيف خليني أكمل من فضلك، خليني حطيك مجال بس أكمل الفكرة. إذن وزارة الصحة مو هي المسؤولة عن عدم تعيين خريجي الكليات التقنية الأهلية، القضية قضية درجات وظيفية عند وزارة المالية. صحيح، اعطيني مجال أكمل لك، وهذا ما أوضحناه عدة مرات، وآخر مرة كان قبل أسبوع أو 10 أيام وفد من المتظاهرين أنا بشخصيا أعطيته. دكتور سيف تسمعني؟
اكو مشكله شباب بالاتصال، نعاود الاتصال بالدكتور سيف البدر. المشكله يقول بالدرجات الوظيفيه عند وزاره الماليه. اذا كان هناك مشكله في الدرجات الوظيفيه المخصصه قد اوعدت الوزيره انه مشمولين وضمن الخطه اللي موجوده. ضمن الخطه؟ نعم ضمن خطه التعيينات 2018 التعيينات المركزيه. بعدها خرجنا مظاهرات عده ومناشدات، وصلنا قبل الانتخابات هناك قالت انه المشكله هناك هي مجلس الوزراء. كان الدكتور حيدر العبادي وضع حجر الاساس لبنايه جديده لكليه مزايا الاهليه في محافظه ذي قار، وكنا هناك متواجدين وقد اوعد انه هناك درجات مخصصه لكم خريجيه التحليلات المرضيه العفو مخصصه لهم درجات ضمن القانون. بعدها بخلال فتره يومين او ثلاث ايام نزلت وتم تحديد فتره يوم 27/5 موعد اطلاق استماره الكترونيه لخريجيه تقنيات التحليلات المرضيه. هذا قبل الانتخابات. لا يوم 27/5 موعد وعدتكم الوزيره مو هيجي باطلاق او بتفعيل الموقع الالكتروني الخاص بملء الاستماره. الاستماره الخاصه بتعيين خريجي الكليات الاهليه. هذا المفروض يفعل يوم 27/5 وعد الوزيره قبل الانتخابات. قبل الانتخابات. من جهته اليوم 27/5 تم تفعيل؟ لا لم يفعل. لم يفعل وخرجنا مظاهره بعد هذا اليوم لكن لم نستجد. الدرجات الوظيفيه مالتكم كانت موجوده وتم اعطائها لخريجين اخرين؟ لا نعلم الى الان المشكله شوين او شنو السبب ما اعرف، لكن احنا من قبل الوزاره وزاره الصحه ومن الدكتور حيدر العبادي اكدوا الطرفين هو هناك درجات مخصصه للقسم. كم طالب اكثر حسب الاستماره الاحصائيه اللي اطلقتها وزاره الصحه هناك اكثر من 4000 خريج، اكثر من 4000 عائله، اكثر من 4000 يعني خريج الى الان عاطل عن العمل. قسم التقنيات التحليلات قسم مفتوح ونسبة الضرائب تأخذ من قبل الحكومة من الكليات، ولكن لا توجد هناك درجات وظيفية لهذا القسم. المشكلة إلى الآن لم نعرف أي يعني. قبل أعتقد 3 أيام إلى 4 أيام كان هناك موعد بمفاتحة هيئة الرأي وموافقة على شمول تقنيات التحليلات المرضية بالتعيين المركزي، لكن ماكو استجابة. طبعا قبل نهاية الموعد لا إحنا ناشد الدكتور حيدر العبادي شخصيا اكد انه متابع للموضوع وقد اكد انه قسم تقنيات التحليلات المرضيه سوف يتم تعيينهم خلال هذه الفتره. نناشد وزاره الصحه والى الان لكن للاسف واذا واضح انتهى الموضوع نحن نناشد منظمه الصحه العالميه للنظر بقضيه خريجيه التحليلات المرضيه في العراق. خلينا شكرك عمار عاطي. اكون ممنون. اتمنى تعيينكم وتنحل مشكلتكم باسرع وقت. عمار عاطي احد خريجي كليات التقنية الطبية الأهلية، شكرا جزيلا. وصلنا إلى الختام مشاهدينا، شكرا على حسن المتابعة والإصغاء. أنا محدثكم علي عماد وشكر من معد البرنامج حسين سعدون. لقاءنا باكر.